نرحب بضيفتنا عبر الخط الهاتفي السيدة وفاء أبو غلمة زوجة الأسير عاهد أبو غلمة. يسعد صباحك وتحياتي لك. يسعد صباحك عزيزتي. تحياتي لك. يعني الفرج العاجل والقريب للأسير عاهد ولجميع أسرانا في سجون الاحتلال. اسمحي بداية أن نسألك عن المعلومات المتوفرة لديكم كعائلة سيدة وفاء حول ما حدث قبل يومين بعزل الأسير عاهد ورفاقه في سجون الاحتلال. هل تتوفر لديكم أي معلومات حتى هذه اللحظة من المؤسسات الحقوقية أو حتى من المحامين؟ يعني أول إشي بنترحم على شهدائنا في قطاع غزة اللي استشهدوا امبارح، نترحم على شهدائنا في مدينة جنين، محافظة جنين اليوم الصبح اللي استشهدوا، نتمنى الإفراج العاجل عن جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال. نعم صحيح، عاهد يوم الاثنين تم اقتحام سجن ريمون، الغرف اللي متواجدين فيه أسرى الجبهة الشعبية، تم اقتياده هو والرفيق الأمين العام أحمد سعدات بالإضافة للقيادي وليد حماتشة. طبعا احنا طول يوم الاثنين يعني كان ما في عندنا اي معلومه ايش اللي صار داخل السجن، نعم. ليش تم هذا الاقتحام، علما ان احنا كنا يوم الاحد بزياره عائليه لعائد، انا وبنته. طبعا احنا تفاجئنا بالحدث بعد تواصل المحاميين مع ادارات السجن، وهيك تبين انه عاهد واحمد سعدات موجودين حاليا في سجن الجلمة. لحد الان احنا ما بنعرف هم معزولين عزل ولا في التحقيق. وليد حناتشة موجود بزنازين سجن نفحة. اليوم راح تتمكن المحاميه من زيارتهم، يعني المفروض اليوم محاميه تزورهم وتحطنا في صوره الوضع اللي ايش اللي صار عندهم بداخل سجن ريمون. نعم سيدتي، ذكرتي ان يوم الاحد قمت بزياره يعني الاسير عاهد، يعني احكينا عن وضعه الصحي واحكينا برضو شوي عن هاي الزيارة. هي الزيارة يعني ما بعرف إذا بجوز كثير من الناس ما بعرفوا، إحنا كأهالي أثر المعاناة اللي بنعانيها خلال هاي الزيارة اللي هي مدتها فقط 45 دقيقة. نعم. يعني إحنا علشان نشوف الأسير 45 دقيقة، على سبيل المثال أنا يعني بغادر بيتي على الساعة 6:30 الصبح، بنتوجه على بساط الصليب، بساط الصليب بتنقلنا من رام الله كأهالي رام الله لحاجز نعلين، على حاجز نعلين طبعا يعني أقل شيء احنا بنقعد ساعتين لساعتين ونص تفتيش وإجراءات اللي بيعملوها سلطات الاحتلال، لنوصل سجن ريمون تقريبا 3 ساعات بالباص احنا، لأن بتعرف اللي يعني سجن ريمون يعني بعيد جدا ببير السبع أو حتى بعد بير السبع. برضه اجراءات داخل السجن من تفتيش لتفتيش الاغراض اللي معانا، لحجز بعض اهالي الاسرى، منع بعض اهالي الاسرى من الزياره حتى على حجزنا اللي بيتم يعز بعض الاهالي، يعني انها منع مخابرات بكون طبعا بعد ما بيقطعوا كل هاي المرحله بعيدهم وبمنعهم من الزياره. عادي الحمد لله اموره الصحيه يعني الى نوعا ما يعني منيحه، ما عنده مشاكل صحية اللي ممكن تنذكر يعني أو إنها بتخوف، بس بتعرف سنوات السجن الطويلة يعني مهما كان الأسير يعني لما بيكون في غرفة هو محشور بغرفة، يعني الإدارة بتتحكم إمتى بينام وإمتى بيقوم وإمتى بيطلع على الفرق إمتى بيلعب رياضة، أكيد هذا في له تأثيراته الجانبية على كل الأسرى داخل السجن. نعم يعني سيدة وفاء، يعني الاحتلال قبل يومين زعم بضبط خلية تابعة للجبهة الشعبية وأن لهؤلاء الأسرى الثلاثة علم بخصوص هذه يعني الخلية. هاي المزاعم يتخذها الاحتلال دائما بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأيضا مبرر للإجراء التنكيلي بحق الأسرى، وهذا أيضا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات والاعتداءات الهمجية التي يقوم بها الاحتلال وإدارة سجون الاحتلال على أسرانا في السجون. أنت هنا، ما هو تعليقك على هذا الشيء وأيضا ما هو مطلبك؟ أعتقد أن كل ما سرب بالإعلام الإسرائيلي عن ضبط خلية للجبهة الشعبية وأن على اتصال مع الأسرى داخل السجون أن هذا يعني حكي فاضي، أنا بعتبره وهو فقط غطاء على إيش ممكن يعملوا بعاهد أبو غلمي وليد حناتشة أحمد سعدات، يعني هذا غطاء أن
مهما توجهت المؤسسات، يعني سواء المؤسسات الحقوقية ولا إحنا كأهالي أسرى، لما إحنا نتوجه ونطالب بمعرفة ماذا يجري مع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، ماذا يجري مع الثلاثة تحديدا اللي تم عزلهم، إنه يكون فيهم عندهم غطاء، منع المحاميين من الزيارة، المعلومات المغمغمة اللي أول يوم، يعني أول يوم وثاني يوم اللي إحنا ما كنا عارفين وين عاهد وين الرفاق اللي معه. نعم. طبعا هم بيكبروا الإشي بالإعلام علشان إنه يعني مبرر لمنع المحاميين من الزيارة، لمنع مؤسسات الحقوق الإنسان معرفة ماذا يجري داخل السجون مع المعتقلين. أعتقد إن هذا كله حكي إعلام، وأنا بتمنى على وسائل الإعلام الفلسطينية كمان إنه يعني ما تردد ما ينقله الاحتلال على لسان نتنياهو والعصابة الصهيونية. نعم. عاهد وأحمد سعدات لهم بالسجن 20 سنة، وليد حناتشي له بالسجن 5 سنوات، يعني هل يعقل إن من داخل السجون بدهم يديروا عمليات عسكرية خارج السجون؟ نعم. مش عارف. طب يعني إذا هذا الحكي صحيح وهم بيحكوا إن هم مراقبين الاتصالات من داخل السجون وأنتوا عرفتوا إن في عملية، ليش ما وقفتوا العملية؟ نعم يا يعني سيدة وفاء، مع سعود عفواً على المقاطعة سيدة وفاء، لكن مع صعود دولة الاحتلال وحكومة الاستيطان إلى الحكم في دولة الاحتلال، يعني هذه الحكومة الفاشية التي تنفذ جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأيضا بحق الأسرى على وجه الخصوص، تزداد هذه الهجمة يوم بعد الآخر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. أنتم اليوم كعائلات أسرى، ما هي رسالتكم لهذا الشعب والشارع الفلسطيني، للمؤسسات الحقوقية، للحكومة أيضا الفلسطينية؟ إحنا رسالتنا كأهالي أسرى إن ما بدنا اللي حصل مع خضر عدنان واللي حصل مع ما قبل خضر عدنان، ناصر محمد وخضر عدنان وما قبلهم، إنه يتكرر مع عاهد ومع أحمد سعدات ومع وليد حناتشة ومع كثير من الأسرى اللي بيتم عزلهم. يعني أنا بتمنى إن يكون في صحوة للشارع الفلسطيني بأهمية وضرورة التحرك السريع. يعني إحنا ما بدنا ننتظر تمنى الأسير يستشهد علشان إحنا نطلع مسيرة، ومسيرة خجولة جدا تكون. يعني إحنا المفروض يكون في عندنا تحرك على مستوى المؤسسات الدولية، على مستوى الحكومة الفلسطينية، وين دورها من اللي قاعد بصير. يعني لما بيستشهد أسير داخل السجون أو لما بيتم قمع أسير داخل السجون، يعني بيطلع لنا يعني تصريح يعني خجول جدا على من الحكومة الفلسطينية. يعني هذا معيب بحق ثورتنا الفلسطينية، بحق أسرانا اللي قضوا أعمارهم داخل السجون. أنا بتمنى إنه يكون في صحوة ونرجع لأيام كيف كانت لما يكون في حدث داخل السجون، كانت بالزمانات لما بكون في اعتقال، مجرد اعتقال أي حدا من الشباب، يكون في تحرك على مستوى الشارع. إحنا للأسف إحنا حاليا قاعدين بيستشهدوا الأسرى داخل السجون وإحنا ما بنشوف إشي. يعني هذا إشي وصلنا لحالة من الإحباط. إحنا كأهالي أسرى، يعني مش مطلوب مننا إحنا فقط كأهالي أسرى إن إحنا اللي نتحرك. يعني إحنا يعني بكفي المعاناة اللي بنعانيها في الزيارات، في بعد عن أزواجنا، عن أبنائنا. يعني إن كمان ما بدنا الشارع والحكومة والكل يحملنا مسؤولية إن إحنا اللي لازم نتضامن مع الأسرى. إحنا بنكون مع باقي الناس، بنتضامن مع أسرانا، بس ما يحطوا العبء علينا إحنا فقط أهالي الأسرى. نعم. وبتمنى إن هاي رسالتي توصل للجميع. يعني نعم، إذا الفرج العجل والقريب لجميع أسرانا في سجون الاحتلال، وأيضا الرحمة لشهدائنا. إلى هنا أود شكرك السيدة وفاء أبو غلمة زوجة الأسير عاهد أبو غلمة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.